السلام عليكم ورحمة الله. في هذه السلسلة إن شاء الله سنتكلم عن جوجل فورم أو نماذج جوجل التي من خلالها تستطيع بناء الاستبيانات والنماذج والامتحانات والاختبارات. بمجرد أن يكون لك حساب على جوجل ستكون لك الكثير من المزايا، منها جوجل درايف. بالضغط على جوجل درايف ستظهر لك مساحة التخزين السحابية التي تستطيع رفع ملفاتك عليها، كما يمكنك أيضا أن تنشئ ملفات على جوجل درايف بالضغط على نيو جديد. بالضغط على نيو تكون الخيارات المتاحة فولدر إذا أردت أن تنشئ مجلدا جديدا، أو أن تقوم برفع ملف أو ملف رفع مجلد، أو إنشاء ملفات جوجل الشبيهة بالوورد، أو إنشاء جوجل شيتس الشبيهة بالإكسل، أو إنشاء جوجل سلايدز الشبيهة بالباوربوينت. لكن الذي يعنينا في هذه السلسلة هو جوجل فورمز. بالضغط على مور فتظهر عندنا جوجل فورمز، أي نماذج جوجل. وبالضغط على نماذج جوجل يظهر لنا خياران، إما بلانك فورم، أي فورم أنت تنشئها من البداية، أو هنا تنشئ من تامبلت، من قالب جاهز. فنبدأ بالبلانك فورمز. من خلال البلانك فورمز هذا هو العنوان، والعنوان يظهر مرتين، مرة في أعلى الفورم ومرة في عنوان الفورم بالأعلى. وفي البداية هو يعطيك بعض النصائح كي يعني تتعامل بشكل سلس مع جوجل فورم. هنا يمكن أن تقوم بإدخال أسئلة من مكان آخر. إذا كانت لديك جوجل فورم أخرى تستطيع أن تستدعي منها أسئلة، تمام؟ كما يمكنك أن تضيف سؤال آخر، كما يمكنك أن تضيف عنوانا ووصف، كما يمكنك أن تضيف صور. نبدأ الآن بوضع عنوان للفورم، وليكن مثلا نقول امتحان الجزء الأول بهذا الشكل، ثم نضع وصف لهذا الفورم بهذا الشكل. وكي يتغير العنوان هنا نضغط ضغطة واحدة على العنوان فيتغير مباشرة بشكل أوتوماتيكي. إذن نحن الآن أضفنا عنوان الفورم كامل ووصف للفورم، وقمنا بتصحيح العنوان الذي سيظهر هنا في يعني هنا لم يقم تم تصليحه في يعني في ثواني معدودة، تمام. نقوم بإدخال الأسئلة، وفي الأسئلة عندنا عدة خيارات. الأسئلة المتاحة منها الإجابة القصيرة، كأن تسأل المستخدم عن الاسم مثلا، أو باراجراف إجابة طويلة، كأن تسأله سؤالا مقاليا، أو multiple choice يعني إجابة من عدة اختيارات يختار خيارا واحدا. التشيك بوكس دي شبه المالتيبل تشويس، لكن يعني يقوم بالتعليم على كل اختيار. دروب داون يقوم بالاختيار من قائمة منسدلة. فايل ابلود اذا طلبت منه ان يقوم برفع ملف كواجب مثلا، يعد ملفا به الاجابة. لينير سكيل اذا كنت تقوم بعمل استبيانات وتقيم درجات الرضا مثلا من 1 إلى 5 أو 1 إلى 10. الجريد سواء كان المالتيبل تشويس جريد أو التيك بوكس جريد، كلاهما خاص بالتوصيل، تمام. ديت التاريخ، تايم الوقت، تمام. نبدأ بالخيار الأشهر وهو الشورت أنسر. والجوجل فورم هي ذكية لدرجة أنها تستطيع تخمين السؤال فتختار لك النوع المناسب. مثلا لو قلنا تشوز مثلا اختر بهذا الشكل. يمكن استخدام الأسئلة القصيرة كسؤال عن الاسم مثلا، فتطلب منه الاسم، تمام، وتكون الإجابة بهذا الشكل. ويمكنك أيضا التحكم في خصائص السؤال. من هذه الخصائص أن هذا السؤال إجباري، تمام، وسيظهر للمستخدم باللون يعني عليه نجمة، أي يجب إجابة هذا السؤال ولا يمكن أن يتجاوز يعني الفورم أو يقوم تسليمها أو الانتقال من قسم إلى قسم بدون الإجابة على هذا السؤال. وأيضا من خصائص السؤال أن تضع وصفا للسؤال، أن تخبره يرجى إدخال الاسم ثلاثيا وهكذا هذا الوصف.
و يعني ايه ريسبونس فاليديشن، اي التاكد من صحه الاجابه. بمعنى لو انك مثلا تساله عن رقم معين، يجب ان يكون هذا الرقم مثلا اكبر من الصفر مثلا، يعني لا ينبغي له ان يعطيك مثلا رقم اقل من يساوي الصفر مثلا. تمام؟ لا، في بعض السكيلز تبدأ من الواحد مثلا، أو أنك مثلا يعني عايز منه بريد إلكتروني. تمام؟ ففي هذه الحالة ستختار تكست، ويجب أن يكون هذا النص يحتوي على علامة آت. فبالتالي إذا هو أدخل شيئا يعني ليس في علامة آت، فسيكون ذلك يعني تظهر رسالة نقول له يرجى إدخال بريد صحيح بهذا الشكل. ولو غيرنا مثلا قلنا هنا البريد الإلكتروني، تمام، وقمنا باختبار يعني الفورم بهذا الشكل، هنا إذا قام بإدخال أي شيء مثلا خالي عن علامة الآت أو صبت، يرجى إدخال بريد صحيح أو بريد إلكتروني صحيح، كي تتأكد أنك يعني أعددت نموذجا بشكل صحيح. هذا هو السؤال الأول أو النوع الأول من الأسئلة، هو الشورت أنسر، الإجابات القصيرة، تستخدمها في إدخال الاسم وإدخال البريد الإلكتروني. من أنواع الأسئلة الأخرى، بعد أن ننتهي من السؤال الأول نضغط على علامة زائد كي ننتقل للسؤال الثاني Add Question. ها نحن انتقلنا إلى السؤال الثاني، هو وضع شكل افتراضي، هو multiple choice، وبالتالي أعد الخيارات لل multiple choice. أنا لا أريد ال multiple choice حاليا، أريد check box. check box تستخدم في عدة شبيهة بال multiple choice إذا كان عندك كذا اختيار وعايزه يعلم على كل اختيار على حدة إذا كان صوابا أم خطأ. وكما يمكنك أيضا أن يعني إيه أن تعطي رسالة للطالب تتأكد من فهمه لمسار الفورم مثلا، يعني كأن مثلا تضع ميثاق شرف كود أوف أونر للطالب، بحيث تتأكد أنه لن يستعين بالمصدر الخارجي أثناء إجابته على هذه الفورم. فمثلا تقول له بالضغط على هذا الزر أتعهد ألا يستعين بمصدر خارجي أثناء إجابته على الاختبار، وسيكون يعني خيارا واحدا. تمام، نضعه هنا. تمام، ويمكن أن نضع هنا مثلا ميثاق شرف بيني وبين الطالب، وهذا خيار واحد. وأيضا نذهب لنرى شكل الفورم. تمام، طبعا أنا يعني أقصد أنني أمسح هذا الأوبشن، هنا يضع هذا الشكل، وهنا يكتب إنجليزي، وهنا سيقبل مني البريد الإلكتروني بهذا الشكل صمت، سيعتبر الإجابة إيه تمت. نرجع مرة أخرى للفورم ونقوم بإدخال التعديلات الإضافية. طبعا ينقصني أن أدخل الاسم هنا، أنا غفلت عن إضافة الاسم. طيب، أنا أريد الاسم قبل البريد الذي يصبح السؤال الثاني ويصبح الاسم هو السؤال الأول، وتلقائيا أصبح الاسم شورت أنسر وكذلك البريد الإلكتروني شورت أنسر، وهذا هو التشيك بوكس. تمام، نقوم بمسح هذا السؤال لا داعي له. كي نقوم بمسح سؤال نختار ديليت، وإذا كنا يعني سنعد سؤالا آخر شبيه بالسؤال الأول نقوم باختيار دوبليكيت فيقوم بنسخ السؤال الأول. إذا كنا مثلا سؤال من متعدد إجابة من متعدد فنقوم باختيار دوبليكيت فيقوم بنسخ السؤال مرة أخرى، ونقوم بإجراء التعديلات البسيطة بدلا من كتابته من البداية. وأنا الآن سأقوم بحذف هذا السؤال لا داعي له. تمام، ها نحن قد انتهينا من الأسئلة التي هي بمثابة المقدمة. بإمكاني فعل شيء جديد وهو إضافة قسم. كي نضيف قسم للفورم نقوم باختيار سيكشن. تمام، فإذا اعتبرنا أن ما مضى كان معلومات شخصية، تمام، كالاسم والبريد الإلكتروني. تمام، فنريد في القسم الثاني أن نقوم مثلا نختار مثلا الفصل الأول وهذه أسئلته. تمام، ونسمي السكشن الأول. تمام، طبعا نضع هنا فصل. تمام، وهذه أسئلته. تمام،
ولا الاستفادة من خاصية الأقسام إذا كان لديك الفورم طويلة وتريد أن يعني تسهل على الطالب فتقوم تقسيمها إلى أقسام. سنرى ذلك حينما تكتمل الفورم، نقوم بإما إعطاء وصف للسكشن الثاني القسم الثاني، أو نقوم مباشرة بإضافة أسئلة. وليكن سننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة، وليكن مثلا الخيار من متعدد، نقول للطالب مثلا كم عدد أي شيء، كم عدد كذا، تمام، ونضع خيارات مثلا واحد، وهو يعني الجوجل ذكي لدرجة أنه يستنبط مثلا الإجابات المرادفة، مثلا يمكن أن تضيف كل هذه الإجابات فتكون الإجابة بهذا الشكل، ونختار أن هذا السؤال أيضا مطلوب. كما يمكننا أيضا أن نضيف سؤال آخر وهو نوع شبيه بنوع الـ MCQ أو الاختيار من المتعدد، وهو التشيك بوكس الذي استخدمناه سابقا في توضيح معلومة للطالب. هنا سنستخدمه في مثلا ماذا تفضل، مثلا من ماذا تحب من الفواكه مثلا بهذا الشكل، فنضع له مثلا عدة خيارات. وارد إن هو يحب أكثر من نوع من الفواكه مثلا، بهذا الشكل ستكون الإجابة المطلوبة منه أن يختار من بين تلك الأقسام. طبعا كي ننتقل من بين الأقسام نقوم بإدخال البيانات كاملة بهذا الشكل. هنا الفرق بين السؤال من المتعدد أن الإجابة واحدة، لا يمكن أن أختار عدة إجابات، بينما النوع الآخر اللي هو التشيك بوكس الاختيار الإجابات المتعددة، يقال لها الإجابات المقوم باختياره. سأغلق هذا وأعود إلى جوجل فورم. طالما أنك أدخلت شيئا سيفهم المتصفح أنك يعني قد فعلت شيئا، فيؤكد يرسل لك رسالة، هل تود فعلا الخروج؟ نعم قادر. وسأعود مرة أخرى لجوجل فورم، سأضيف قسم آخر، تمام، أد سيكشن، وسيكون هذا القسم مثلا عنوانه، أنا اخترت أد كويشن، اختار أد سيكشن، وسيكون عنوان هذا القسم ليكن مثلا الفصل الثاني. بهذا الشكل، وأقوم بحذف هذا السؤال الذي أدخلته بطريق الخطأ، حذف بهذا الشكل. وفي هذا القسم يعني أضيف أسئلة بأنواع أخرى، من الأنواع الأخرى دروب داون. دروب داون ستظهر للمستخدم حين يعني يجيب عنها، ليست بنفس النمط الخاص بالإجابة المتعدد، وإنما ستكون قائمة منسدلة. وليكن مثلا كم عدد الطلاب مثلا، ونضع الخيارات مثلا هنا 50 60 70 بهذا الشكل، تمام، ونستعرض الملف. هنا تكون قائمة منسدلة بخلاف الإجابة من متعدد، تمام. نعود إلى الفورم، تمام، ونضيف سؤال آخر وليكن مثلا رفع ملف. إذا طلبت من الطالب أن يقوم برفع ملف، تمام، ملف، تمام، حط continue، وسأكتب له مثلا قم برفع الملف الخاص بالواجب، تمام، ويقوم هو بعد ذلك باختيار فايل أبلود ويقوم برفع الملف. يعني ليس كل الطلاب لديهم الدراية والخبرة باستخدام هذه الخاصية، تمام. بإمكانك إعطائهم بريدا إلكترونيا يرسلون لك الملف عليه. بعد ذلك من ضمن الأسئلة التي نرشحها لك اللي هي الصورة والفيديو، يعني سؤال على هيئة صورة أو على هيئة فيديو. وليكن مثلا نختار باراجراف ونقول له مثلا صف ما في الصورة بهذا الشكل، ونقوم باختيار صورة من هنا، والخيارات في الصورة إما أشياء أنت رفعتها أو صورتها لو كان الحساب ده مرتبط بكاميرا، أو من خلال رابط أو من خلال
فوتوز تبحث عنها مثلا، او من جوجل درايف او من جوجل ايميج سيرش، وليكن مثلا قول له هنا الفواكه بهذا الشكل مثلا، ونأخذ هذه الصورة مثلا insert، ستظهر بهذا الشكل. بإمكانك أيضا أن تضبط حجم الصورة بهذا الشكل، أو أن تقوم بتوسيط الصورة من خصائصها. تمام. وهوفر تكست ممكن يظهر نص حين يضغط هو على الصورة. تمام، هذا خاص بالصورة. وأيضا هناك الفيديو، نضع سؤال آخر، وأيضا هو من نوعية الإجابة القصيرة والطويلة، ونضع فيديو للطالب إما من خلال يوتيوب أو من خلال عنوان تضعه أنت. تمام. طيب، نستعرض آخر نوعين من أنواع الأسئلة، وهما التوصيل. تمام، multiple choice grid و tick box grid. نجرب النوع الأول اللي هو multiple choice grid. سيكون هناك صفان. تمام، أقول له وصل بالإجابة الصحيحة مثلا، وليكن هنا واحد واثنين وهنا ألف وباء بهذا الشكل. تمام، ونقول له أيضا هذا السؤال إجباري، وسنرى شكل الإجابة على هذا السؤال لاحقا. إجباري وسنرى. إلى هذا الحد تعلمنا طريقة وأنواع الأسئلة وكيفية إنشائها وإنشاء الأقسام. يتبقى لنا موضوعان. الموضوع الأول هو تنسيق الفورم وجعلها بشكل احترافي من خلال Customize Themes. نضغط عليها، بإمكاننا تغيير لون الخلفية ودرجة لون الخلفية، وكذلك الخط بيزك أو ديكوريتيف، يعني شكل ديكوري بهذا الشكل، أو مثلا فورمال شكل رسمي، أو بشكل بلايفول شكل ظريف بهذا الشكل. بإمكاننا إضافة صورة مثلا كهذه الصورة، Insert، و تظهر على الشاشة، ويقوم بتحليل الألوان الموجودة في الصورة، ويخيرك بين هذه الألوان كي تضعها في الخلفية. مثلا أنا أريد هذا اللون للخلفية، أو هذا اللون بالدرجات المختلفة، أو هذا اللون، سأبقي على هذا اللون. بذلك نحن قمنا بتغيير الخلفية. باستمرار اضغط على بريفيو وسترى التغيير الذي حدث للفورم. طيب، يتبقى لنا شيء مهم خالص، كيفية تحويل الفورم إلى كويز، إلى سؤال يمكن تصحيحه ومعرفة درجة الامتحان مباشرة من خلال سيتنج. هناك 3 تبويبات، الذي يعني أنه هو الأخير الكويزز، لكن يعني جنرال هذا يعني يسمح للمشارك بإدخال إجابة وحيدة، أو يسمح له بالتعديل بعد ذلك. برزنتيشن، إذا كان الفورم طويل مثلا في الاستبيانات الطويلة، فبإمكانك أن تضع بروجريس بار، شريط تقدم يخبر المشارك بما حقق بالتقدم أثناء إجابته على الاستبيان. وهنا أيضا كونفيرميشن مسج، بإمكانك إضافة رسالة في النهاية للطالب، شكرا على مشاركتك، أو تشجعه مثلا بأي صيغة تراها. الكويزس هي البيت القصيد في الموضوع، لأن هي مهمة للغاية. الديفولت ان هي الافتراض ان هي غير نشطة، اما اذا قمت بتنشيطها يخبرك assign points values to questions and allow auto marking، التصحيح التلقائي. بمجرد ما ينتهي الطالب بامكانه ان يطلع على اجابته بشكل من اتنين، اما في الحال تظهر له نافذة view score، او لاحقا اذا كان هناك اسئلة مقالية تحتاج الى تقييم منك. تمام، سأجعلها على النتيجة تظهر في الحال بهذا الشكل. طيب، ماذا أفعل بعد ذلك؟ الأسئلة التي هي في صلب الموضوع، مثل هذا السؤال، اختيارات من متعدد مثلا، أختار answer key، أين هي الإجابة التي يعني الخاطئة مثلا، هي هذه الإجابة، وأضع درجات لهذا السؤال. تمام، وإذا كان هناك رسالة أو توجيهها للطالب في حال أخفق في الإجابة الصحيحة أضعها هنا، أو يمكنني إحالته على موقع على الإنترنت أو فيديو على اليوتيوب. تمام، وأختار دن، وأجعل السؤال إجباري. وهكذا في السؤال الثاني، أختار أنسر كي، وأختار الإجابة درجتان مثلا، وأختار الإجابة الصحيحة بهذا الشكل،
وأغير من نوع السؤال بهذا الشكل، وأذهب هنا وأعيد تحميل الصفحة. الذي ظهر عندي الدرجات ظهرت هنا، سأقوم بإجابة هذا الامتحان. تمام، أختار الجواب. الإيميل لم يكن يعني سؤالا إجباريا، ليس عليه علامة النجمة. هنا سأختار مثلا الإجابة، هذه الإجابة وهذه الإجابة، أختار سميت، وبإمكاني الاطلاع مباشرة على النتيجة من فيو سكور. سيخبرني أني أحرزت 4 من 4. سأقوم بإجابة سميت أنذر ريسبونس، الإجابة مرة أخرى، وسأختار إجابة خاطئة. فيو سكور هيكون 0 من 4. طيب بالنسبة للفورم الأساسي ظهر عندي الإجابات، هنا تظهر الإجابات responses، ظهرت عندي الإجابات بشكل من 3 أشكال: summary ملخص لكل الإجابات، متوسط يعني واحد حصل على 4 وواحد حصل على 0، فالمتوسط كان 2، و يعني إيه يعرض لك كل سؤال، أو questions سؤال سؤال. السؤال الأول كانت الإجابات، هذا هو السؤال، السؤال الذي يليه الاسم، السؤال الذي يليه الإيميل، السؤال الذي يليه السؤال الأول كان الإجابة، الطالب الأول إجابة صحيحة والطالب الثاني إجابة خاطئة. تمام، بإمكانك تعديل الدرجات أو خلافه. أما الأخيرة هي individual للأفراد، يعني الطالب الأول كان إجاباته بهذا الشكل، يعني الفورم الكامل للطالب الواحد. تمام، بعد ذلك بإمكانك تحميل هذه الإجابات على هيئة ملف إكسل create، سينشئ لك ملف إكسل تقوم بتحميله على الكمبيوتر الخاص بك. تمام، بحيث لو كانت الإجابات كثيرة للغاية تقوم بتحميلها من خلال داونلود على هيئة ملف إكسل. بهذا الشكل. تمام، وفي حال مثلا هناك عندك دفعتان من الطلاب، والدفعة الأولى انتهت من أداء الامتحان، بإمكانك إغلاق استقبال الإجابات، أو بإمكانك حذف إجابات الطلاب delete all responses. تمام، تم حذف الإجابات، وتستطيع أن تستقبل إجابات أخرى لئلا يعني تختلط الإجابات بعضها مع بعض، وهذا أنت لا تريده. بإمكانك أيضا حذف الفورم بالكامل move to bin، أو من خلال هذا التبويب تضغط على الفورم وتختار remove. النصيحة الأخيرة هي أن تضع الفورمز المتشابهة في مجلدات متشابهة فورم، وتسميه بالاسم الذي تود أن تسميه به، مثلا computer create، هذه كويزات خاصة بالكمبيوتر. بإمكانك بعد ذلك move to، تختار المكان الكمبيوتر، أو تقوم بشده ووضعه مباشرة في كمبيوتر. أتمنى أن الصورة تكون قد اتضحت، والإمكانيات الواسعة داخل جوجل فورمز تكون قد تبينت لكل الناس. بالتوفيق للجميع.